اكبر الطقس نختم بيها حلقتنا النهارده. بكره الخميس بيتوقع هيئه او تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد غدا الخميس انخفاض في درجات الحراره، هيسود طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على اغلب الانحاء. تتوقع هيئه الارصاد ان يشهد غدا شبوره مائيه صباحا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه وسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه، فترات متقطعه الحقيقه على القاهره الكبرى وفرص لامطار خفيفه قد تكون متوسطه ورعديه احيانا على جنوب الوجه البحري ومدن القناه، وفرص امطار متوسطه تكون غزيره احيانا ورعديه على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. وده كان اخر خبر النهارده معانا في برنامجكم برنامج اليوم.